يا جماعة الخير دورونا على الشيعي، يعني سبحان الله، يعني أين علماء الشيعة؟ أين اليوتيوبر الشيعة؟ طب والله أنتم مش عايزين تدخلوا عندنا، خلونا ندخل عندكم. يعني أنتم مش عايزين تدخلوا عندنا، خلونا نتصل بيكم ونطرح عليكم الأسئلة بتاعتنا. يلا فري، أنا عندي استعداد النهاردة أقلبها. يا معمم يا شيعي ادخل اسأل السؤال اللي أنت عايزه، يا يوتيوبر شيعي ادخل اسأل السؤال اللي انت عايزه. اكتر من كده يعني؟ اكتر من كده نعمل ايه؟ طيب يعني اكتر من كده نعمل ايه؟ الله المستعان. لا لا، مسألة الاتصال بيهم دول يعني، ما الاخوة ما شاء الله، يعني اخونا رامي واخونا اشرف بيعملوا الموضوع ده، فاحنا مش عايزين نكرره، لان المسألة. لكن انا عايز الناس اللي هي الفطاحل بتاعت الشيعة، انما المعممين اللي هم في السكك دول ولابسين العمة وخلاص، يعني انا عايز معممين اليوتيوب اللي هم بيظهروا على الفضائيات او اليوتيوب، انما المعممين اللي هم قاعدين دول ولا حد فيهم حاجة. لو قلت له سمع لي الفاتحة بس، يعني انت لو اتصلت بيه وقلت له سمع لي الفاتحة بس، واخدنا بالك، مش هي الله المستعان. انا قلت لهم يا جماعه، ما حدش يبعت لي حد. اللي عايز يناظرني يدخل يقول انا عايز اناظرك يا وليد يا اسماعيل. ما حدش يبعت لي حد، ما حدش يبعت لي وسيط، انا مش بتاع وسطاء. اللي عايز يجي يناظرني يدخل لي الخاص بتاعي، موجود مفتوح، موجود 24 ساعه، يدخل يقول لي انا عايز اناظرك. لكن ده يدخل واحد، انا ايه رايك تناظر فلان الفلاني، اقول له ما فيش مشكله ناظرك، والعنوان الموضوع كذا، يروح ما يجيش تاني. هو بيتبرع من نفسه ان هو يجي يقول لك، زي اللي دخل علينا قال لك تناظر واعد اللامي، ناظر واعد اللامي. طب ناظر ميثم المساوي، ناظر ميثم المساوي، وذهب ولم يعد، ذهب ولم يعد. فالله المستعان.